يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، يسعد صباحك سارة وهاني. لما نفكر في التجميل عن طريق حقن الفيلر نتردد ونفكر مليون مرة قبل اللجوء تجميليا للفيلر. وعشان نوضح كل الملابسات حول الموضوع ونجاوب عن كل التساؤلات، اليوم بنركز فقرتنا على الاستخدامات غير التقليدية للفيلر، منها الطبيعي كالخلايا الدهنية أو الكولاجين السائل، ومنها الصناعية كحمض الهيالورونيك أو سكالبترا وغيرهم. ويستخدم الفيلر لأغراض ثانية غير التخلص من التجاعيد وتعبئة الفراغات مثل شد الوجه أو الجسم، علاج ندب الحب الشباب وستريتش ماركس، وكمان الترهلات الخفيفة. طبعا معنا من كلينيكا جويل هذا الصباح دكتورة سهر الصفدي. يسعد صباحك دكتورة سهر. انا متمسكة اسميك سهر سحر. سهر. اوكي. يسعد صباحك دكتورة. لما بنحكي عن الفيلر دائما بنكون حريصين، خايفين، مترددين، خايفين من النتائج، بس هلا صار في فيلر من نوع ثاني اللي هو الفيلر الحيوي او المحفز للكولاجين، شو بيختلف عن النوع الاول؟ تمام. هلا النوع اللي نحن عادة بنستخدمه بالعيادات على طول هو الهيالورونيك اسيد، اللي هو الهدف منه اعطاء حجم وممكن بطريقة معينة يعني نعمل فيه شد للوجه. بس خلينا نقول الجيل الجديد من الفيلر هو الجيل الحيوي، يلي هو بيعمل انه يحرض تشكيل كولاجين بدون اعطاء حجم ابدا، اكثر طبيعي، اكثر طبيعي واكثر للتضخيم. اكيد بدون حجم ابدا، وخلينا نقول للاعمار شوي المتقدمه. ولا الكبار، مش حتى لو حيوي لا. لا يمشي مع الصغار، بس خلينا نقول بالاعمار الاكبر لما بيصير اعطاء الحجم الزياده هو خطير. خلينا نقول انه اوريدي لما بنقول حيوي يعني اخف من الفيلر العادي. خلينا نقول هو فكره مختلفه عن الفيلر العادي، لانه هو لما بينحت بالوش ما بيعطي حجم، يعني لما بتطلع المريضه تقريبا ما بتشوف نتيجه، بس بعد اسبوعين كل يوم عن يوم حتشوف شد بالوش وتحسين بنوعيه الجلد نفسه. طيب انا حابه استغل هالنقطه، لانه مثل ما في اكل عضوي في فيلر عضوي، صح؟ شو بيختلف عن الاثنين؟ هلا الفيلر العضوي هو خلينا نقول براند، هو هيالورونيك اسيد، بس خلينا نقول المخبر او المكان يلي بيتحضر فيه الهيالورونيك اسيد له مواصفات عضويه. اوكي. طيب دكتوره، اي نوع مناسب لعلاج ندبات حب الشباب؟ تمام. خلينا نقول الاكثر ثلاث انواع شائعه لل خلينا الفيلر البايوستيميوليتر هن الراديوس يلي هو الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت، اللي هو السكالترا اللي هو البولي لاكتيك اسيد، والالانسي اللي هو بولي كابرولاكتون. انسب واحد من هدول الفيلر للسكن او الاكني سكارز هو الراديوس، لانه يعني انخفاض نسبه الكولاجين في الجلد بتظهر هذه الندبات اكثر. صحيح. هلا الندبات هو نتيجه خلينا نقول ترميم خاطئ للجلد، بيكون في عندنا كولاجين بس هذا الكولاجين ممسوخ، ترتيبه مانو مزبوط بالجلد. الراديوس بهالحاله بيتمدد بشكل كبير، يعني الابره نفسها بنمددها كثير بالنورمال سلاين وبنصير بنستخدمها تحت السكار. بالاول بنعمل شغله اسمها سبسشن، يعني بنكسر او بنكسر الالياف اللي عم تشد الندبه لتحت، وبعدها بنعبي تحتها الراديوس. بهالحاله بنستفيد من شغلتين، بالاول بنمنع هي الالياف انها تتشكل من جديد، وبنشكل الياف جديده صحيه بتحسن السكار. طيب الوجه من أكثر الأماكن اللي بنعمل بيها يعني حركات وعضلة بيتحرك كثير، صح. ويمكن بيتطلب التدخل بالفيلر لحتى السكن تكون يعني ناعمة وكمان مشدودة في نفس الوقت. أي فيلر فيهم مناسب؟ هلا الفكره من شد الوش انه دائما نحن بنحطه خلينا نقول بالاماكن تقريبا غير متحركه بالوش، يعني نحن دائما بنحطه باللاترال تشيك هون على طرف الوش وعلى الجو لاين وبالتمبرال. وضع الفيلر الحيوي خلينا نقول بهي المناطق بيحافظ على حركه الوش الطبيعيه وبيسحب الجلد كله، فبيعطينا الليفتنج او التايتنج الحلو تبع الوش. ممكن في ناس مثل لما بتبتسم بيكون عندها حركات او تجاعيد بالاحرى في هالمنطقه، والمعروف مثل ما ذكرتي انه هو بينحقن في هالاماكن بالضبط، هذا النوع ممكن ينحقن في كل الاماكن على ما يبدو. اكيد. هلا احسن نوع للوش خلينا نقول بين هدول الانواع اذا بدنا نحقق نتائج طويله المدى هو السكالترا. السكالترا كثير مناسب لتحسين نوعيه الجلد وللاعمار شوي كبيره، هو بينحقن ممكن نعمل جلستين او ثلاثه كل شهر مره، والنتائج بتضلها لمده لسنين تقريبا. طب لما احب اتخلص من ترهلات الجسم اي نوع اختار، وخاصه مش بس ترهلات الجسم لانه اخر سؤال، وكمان ستريتش ماركس، صح؟ اي نوع ممكن اختار؟ بس خلينا
يعني ناكد انه هدول هي الانواع من الفيلر كمان تستخدم للجسم مع نتائج كثير حلوه للستريتش مارك للسيلويت او السيلولايت صح سيلويت السيلويت هو انواع خيوط تستخدم للسيلويت كمان بتمشي لانه بالفرنسي صح للسيلولايت للستريتش مارك وللترهلات الخفيفه تبع الجلد. اذا بدنا نعطي حجم شوي سكالترا افضل، اذا بدون حجم ابدا الراديوس احسن. كثير بنسمع عن ستريتش ماركس يعني بيعطي نتيجه فعليه بيعطي نتيجه وممكن أكيد. بعد كم جلسه او بعد كم ابره بالاحرى تمام. هلا خلينا نقول بنعمل بين جلسه لثلاث جلسات حسب نوعيه الستريتش مارك، ممكن نشاركها مع الليزر او علاجات ثانيه خاصه اذا كان ستريتش مارك فيه لون كمان، لانه ستريتش مارك مو بس فيه فقد بالكولاجين احيانا بيكون فيها لون، فيها لون غامق، وقتها لازم نشارك مثل فيتامين سي او المواد تبع التفتيت. انا طمع شوي سؤال الاخير، شو الشيء اللي لازم ننتبه له لما نختار هذا النوع من الفيلر؟ اول شيء استشاره الطبيب ونعرف انه هذا النوع من الفيلر له خلينا نقول نتائج طويله المدى، فلازم نستنى على النتيجه ونختار الطبيب وطريقه الحقن المناسبه. يعطيكي الف عافيه دكتوره سهر، شكرا جزيلا لك. يعطيك ما شاء الله عليك جميله جدا وخفيفه الظل. اذا مشاهدينا خلصت فقرتنا لليوم على الاستخدامات الغير تقليديه للفيلر، وهلا بنكمل باقي الفقرات مع ساره وهاني.